يا فندم صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل طبعا زميلي العزيز اللي بهتز بيه دايما زميلي الاعلامي كريم رمزي، كل حبيبي التحيه وكل التقدير لحضرتك ولكل مشاهدينك، وسعيد دايما بوجودي معك. اشكرك يا فندم. طيب انا مش عارف سمعت اللي انا قلته حالا ولا، بالنسبه لنا دلوقتي الدعم للكابتن ايهاب جلال وجهازه الفني وكل اللاعبين بعيد عن كل الامور اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا. مره ثانيه هاكد انه اسيء فهم التصريح اللي خرج بيه بالامس رئيس اتحاد الزمالك علام، اللي كان اكثر الناس حرصا على الكابتن جلال واكثر الناس حرصا على دعم الكابتن جلال، زي ما المجلس بالكامل وقرارها مره ثانيه بالكامل اختار الكابتن ايهاب جلال عن قناعه، وتم يعني ان هو بقى المصدر او الموجود على مقدمه الجهاز الفني في المنتخب المصري. وكابتن ايهاب جلال اسم كبير، نحن لا نتعامل بالقطعه اطلاقا، وبكررها مره ثانيه ومره ثالثه، احنا مع المدير الفني المصري ومع المدرب المصري اللي حقق انجازات لم تكن لتتحقق في الكره المصريه الا من خلالهم، سواء كان الكابتن محمود الجوهري، سواء كان الكابتن حسن شحاته، من قبلهم طبعا عديد من الاسماء. وبالتالي انا شخصيا بل المجلس بيميل دايما الى المدرب الوطني، واخترنا الكابتن ايهاب جلال عن قناعه كامله، عن قناعه كامله وباجماع اعضاء مجلس الاداره. بكررها مره ثانيه زميلي العزيز، المجلس لا يتعامل بالقطعه اطلاقا، كل الدعم للكابتن ايهاب جلال في مهمته مع المنتخب الوطني. لا ثواني ثواني، بعد اذنك حضرتك دلوقتي بتقول لي المجلس الحالي لا يتعامل بالقطعه مع الكابتن ايهاب جلال او مع اي مدير فني. تمام. هل ده معناه انه لو الكابتن ايهاب جلال خسر مباراه كوريا الجنوبيه هو مكمل مع المنتخب عادي؟ احنا طبعا اعلنا ان في اجتماع مهم جدا لمجلس الاداره يوم الخميس القادم، كل الامور بتناقش على ترابيزه الاجتماعات كما ينبغي. احنا بنشوف تجربه الكابتن ايهاب جلال، ما اقدرش احكم عليها من ماتش رسمي ولا من ماتشين رسميين. مستر كارلوس على الرغم من ان الكل اشاد به بدايته مع بطوله كاس الامم الافريقيه امام المنتخب النيجيري، شفناها كانت عامله ازاي والناس كلها كانت زعلانه. استاذ ايهاب تحملني شويه بس عشان انا احاول افهم لو تسمح. انت قلت لي ان احنا ما ينفعش نقيمه في مباراتين رسميتين، هينفع نقيمه بعد مباراه كوريا مثلا؟ يعني بعد مباراه كوريا الجنوبيه الوديه، يعني الاجتماع اللي هيبقى يوم الخميس. انا مع حضرتك، انا فاهم يا كريم تمام. انا فضل. مش قصدي مباراه رسميه ومباراه وديه، انا بتكلم عن ان احنا لدينا طموح ان الكابتن ايهاب جلال يستطيع ان هو يخطو بمنتخب مصر خطوات كبيره جدا خلال الفترات القادمه، وان الاخفاق في مباراه معناه ليس نهايه المطاف. اي نعم الاداء كان سيء للغايه، كان يوم خارج نطاق من اللاعبين ومن الجهاز الفني، وحضرتك عارف وحضرتك في المجال احيانا الواحد بيبقى شايف قدام كلنا شفناه، واحيانا مدير فني الاوراق كلها بتتلخبط فيه، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في الكابتن ايهاب جلال، والا ما كناش اخترنا من البدايه الكابتن ايهاب جلال لقياده اسم كبير وهو منتخب. طيب استاذ ايهاب بعد اذن حضرتك، مره ثانيه طيب. بس ان احنا كل التقدير لكل المدربين الوطنيين والعناصر التدريب الوطنيه، لان المدرب الوطني احنا مهمتنا ان نرتقي بالمدرب الوطني، وزي ما قلنا احنا في خطتنا ان كل موسم ان شاء الله. استاذ ايهاب معايا على الهاتف؟ معاك. طيب استاذ ايهاب بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي لما هطلع اقول انا عندي اجتماع يوم الخميس عشان اقيم الوضع اللي فات ده كله، ما انا كمدير فني وعندي مباراه مهمه قدام كوريا الجنوبيه هفهم على طول منها ان انا مباراه كوريا دي انا فيها تحت الاختبار، نجحت فيها هكمل، ما نجحتش فيها يوم الخميس هيتم قرار او هيبقى في قرار برحيلي عن المنتخب، مش ده منطقي ولا انا فاهم غلط؟ يعني ايه اللي اوحى ان اجتماع الخميس والتقييم الفني المقصود به الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول فقط؟ احنا عندنا ملفات كتيره جدا لابد ان احنا بندرسها، عندنا اللي كان بينادي بتطوير الحكام، اللي كان بينادي بالمدير الفني للاتحاد عشان يبتدي التخطيط السليم للاتحاد المصري، اللي كان بينادي لجنه خبراء تكون موجوده من الناس المهتمه بشؤون كره القدم والخبراء في كره القدم. الضغط الجماهيري اللي حصل خلال الفتره الماضيه سبحان الله العظيم، انا الواحد بقى محتار، يعني الناس لما جينا كلنا تحدينا وقلنا الكابتن ايهاب جلال، الناس كلها قامت ازاي الكابتن ايهاب جلال؟ اما اسيء فهم تصريح الناس كلها قدمت، وانا معاك ان الكابتن ايهاب جلال قيمه كبيره جدا، ولو كان اسيء فهم التصريح هو كلام جارح لا اطلاقا، الكابتن ايهاب جلال زي ما باكد لك مره ثانيه وثالثه من القامات الكبيره اللي احنا لازم نحافظ عليها. انا بنشوف الضغط الجماهيري تدعيم للكابتن ايهاب جلال، لازم نقعد معاه
انت لازم تتحمل الضغط الجماهيري، نشوف رؤيته هو ايه للفتره القادمه، ده اللي احنا بنقصده. هيبقى في اجتماع مع الكابتن ايهاب جلال نشوف رؤيته ونشوف شغله ونشوف تقييمه. طيب استاذ ايهاب، انا لحد دلوقتي كان معايا سياده اللي هو حلم مشهور، وحضرتك معايا دلوقتي وسمعت مداخله استاذ جمال علام، مفيش حد بشكل واضح بيقول ان الكابتن ايهاب جلال مكمل نهايه عقده، مفيش حد بيقولها خالص، هو الموضوع معلق. يعني ما انا نفسي اسمع التصريح ده او اسمع التصريح الثاني اللي هو كابتن ايهاب جلال مش مكمل معانا بعد مباراه كوريا، واحنا بنبحث مدربين فعلا اجانب وخلاص، بس يبقى الكلام واضح. حتى هذه اللحظه انا مش قادر امسك حاجه، والناس كلها نفس الامر، هو كابتن ايهاب جلال يا جماعه مكمل ولا مش مكمل؟ لو اتحاد الكوره مقرر ان الكابتن ايهاب جلال يكمل يطلع ويقول، وهو صاحب قراره وهو المسؤول عن قراره ببساطه شديده. تمام انا معك. بحث السير الذاتيه زي ما حضرتك قلت، خليني افترض معاك ان كابتن ايهاب جلال رجع وقال يا جماعه انا بعتذر مش حكم. ده مش وارد؟ وارد وارد، ده امر وارد. وارد. طيب انا في الحاله دي كاتحاد مصر لكره القدم لازم يبقى عندك البديل مباشره، ولا لازم اللي انا استنى اضيع وقت وابيع شهر وابيع سنين؟ لازم يبقى عندي البديل مباشره. وبالتالي السير الذاتيه موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم منذ فتره. ولما كان الكابتن حازم امام وكابتن بركات في بدايه الامر شايفين ان المدرسه الاجنبيه هي اللي تتولى قياده المنتخب المصري، كان في عديد من السير الذاتيه اللي موجوده مع الكابتن حازم والكابتن محمد بركات. وبالتالي من الفتره للثانيه لازم الناس بنجدد في السير الذاتيه دي، نشوف مين اللي ممكن ينضم، مين اللي ممكن يستبعد. وبالتالي لو حصل اي شيء في اي لحظه من اللحظات خارج ارادته يبقى عندك البديل. استاذ ايهاب بص، انت عارف اصلا احترامي ليك كبير جدا كاعلامي اولا، وذكاء في التصريحات متناهي وحاجه رائعه جدا. عشان كده انا بس عايزك تبقى فاهمني كويس، انا عايز اقول بشكل واضح اتحاد الكوره او اتحاد الكوره اللي يقول لي مش انا يعني اللي اقول، اتحاد الكوره بيقول والله يا جماعه الكابتن ايهاب جلال مكمل لنهايه عقده الا اذا هو نفسه قرر انه يمشي. ده كده تصريح مفهوم وواضح، او ان احنا كاتحاد كوره كابتن ايهاب جلال مش مكمل مع منتخب مصر حتى لو كسب او خسر مباراه كوريا الجنوبيه. هل الموضوع ده صعب كتصريحات واضحه؟ طيب انا انا معاك الاول. عجبني الابتسامه الجميله، اشكرك، اللي دايما بتديني شيء من الاطمئنان. اشكرك يا فندم. وعاوز اقول لك حاجه بسيطه جدا. لم نتناقش في اقاله الكابتن ايهاب جلال مطلقا، ولم يصدر اي تصريح من مجلس الاداره الرسمي بان الكابتن ايهاب جلال في طريقه للاستغناء عنه، بل البيان ان خرج رسمي مكتوب من الاتحاد المصري بالامس ومن الاستاذ جمال علام ان لم يصدر اي تصريح باقاله الكابتن ايهاب جلال، وانه اسيء فهم التصريحات الاخيره، وبالتالي الكابتن ايهاب جلال موجود مع المنتخب المصري، ما لم يقل للكابتن ايهاب جلال راي اخر. بس ده كلام محترم. ده اللي عندنا. لكن ده كلام محترم وواضح يعني يا استاذ ايهاب. الفكره انه ايه، ابقى واضح انه كابتن ايهاب مكمل الا لو هو عنده راي اخر، بس ببساطه شديده. انا معك طبعا زميل عزيز، احنا زي ما قلت لحضرتك انا شخصيا اتمنى تكرار تجربه الكابتن وجاري والكابتن حسن شحاته. احنا عندنا مديرين فنيين حدث ولا حرج عند كابتن حلمي طولان بتاريخ طويل، حدث كابتن طارق العاشر، كابتن خالد جلال، بسيوني، علي ماهر، احمد سامي، كل الاسماء الموجوده من المديرين الفنيين. بس اقول لك حاجه تسمح لي اتناقش معاك فيها. فكره استنساخ فكره الكابتن محمود الجوهري او الكابتن حسن شحاته ممكن تبقى صعبه لاسباب كثيره، اهمها انه الظروف اللي كان بيلعب فيها الكابتن محمود الجوهري والتوقفات اللي كان بيطلبها كثيره، وانه يقدر يحط شغله مع الفريق كان ظروف مختلفه. الكابتن حسن شحاته كان معاه جيل حقيقي، جيل ذهبي، وكلنا متفقين على ده. مش شرط نجاحات الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته تتكرر مره اخرى مع مدرب محلي او مدير فني وطني مع جيل ربما يكون اقل من الجيل اللي اشتغل مع الكابتن حسن شحاته او الكابتن محمود الجوهري. وربما تكون انت محتاج، وانا عارف رايك في كيروش عشان كنا بنتكلم كتير، محتاج خبير اجنبي يقدر يشتغل حتى مع ظروف صعبه. عشان كده قلت في الاول النهارده في بدايه حلقتي انه كابتن ايهاب جلال مفيش اثنين يختلف ان هو مدرب محترم وكبير، بس ممكن الظروف حاليا ما تسمحلوش، ممكن ما تكونش دي المرحله بتاعته. طيب انت انا معاك واتفق معاك تماما في رؤيتك، سواء كان مع الجنرال كابتن محمود الجوهري او مع الكابتن حسن شحاته المعلم الكبير. لكن احنا مطلوب مننا ايه عشان ندعم كابتن ايهاب جلال؟ مطلوب مننا ان احنا نوفر له مناخ مناسب للعمل، مطلوب مننا الاجنده الدوليه اللي كانت مهمله قبل كده تكون موجوده وبتسكن فيها مباريات دوليه على اعلى مستوى، استطيع من خلالها ان يكون في احتكاك قوي لمنتخبنا المصري مع مدارس كرويه متعدده، وبالتالي عندنا المنتخب الكوري، وكان من المفترض يكون عندنا مباراه مع المنتخب البرازيلي اللي هو قلنا ان احنا طبعا
اتحركت المباراتين غينيا واثيوبيا من 2-5 ل 5-9. عندك مباراتين دولتين كبيرتين امام المنتخب الايطالي والمنتخب البلجيكي، فاحنا بنسكن في الاجنده الدوليه مدارس قويه مختلفه يستطيع الكاس ان يؤدي لها منتخب مصر احتكاك قوي من خلالها، وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله نقدر برضه حتى وان كنت زي ما حضرتك بتقول فقر في الفنيات عكس المنتخب او الجيل السابق، نستطيع احنا من خلال الاحتكاك المباشر والمختلف ان احنا نعوض هذا الفقر الفني. لكن انت معاك محمد صلاح بقيمته الكبيره، معاك تريزيجيه، معاك النني، معاك حراس مرمى الشناوي وجابر على اعلى مستوى. انا عاوز اقول ان ما حدث في مباراه اثيوبيا عمره ما هيتكرر مره ثانيه، لانها لو اعيدت هذه المباراه مليون مره عمرها ما هتحصل مره ثانيه. عندك قوام منتخب على اعلى يعني كويس جدا مع مدير فني هيقدر يشغله كويس جدا ان شاء الله. المطلوب للاسف الشديد يا كريم اللغط اللي موجود في الشارع، سيبونا نشتغل وتعالى خلال سنه حاسبني قول لي انت قدمت للكره المصريه ايه، لما تلاقيني قصرت في الكره المصريه انا اللي هقول لك سلام عليكم انا مش مكمل في هذا المكان. عظيم. النهارده الاهلي كمان طلب من اتحاد الكره في بيان رسمي ثلاث استفسارات في ازمه ملعب نهائي دوري الابطال. حضرتك اكيد وصل لك هذا الامر او شفت هذا البيان وهتحب اقوله لك؟ لا انا معاك، انا قريته طبعا. وبره مره ثانيه باكد ان الاتحاد المصري لكره القدم بيكن كل تقدير وكل هو معانا على الشاشه بس عشان اقول لحضرتك وانت بتتكلم، اتفضل يا فندم. تمام. موجود قدامك. كل التقدير وكل احترام طبعا لكيان كبير بقيمه النادي الاهلي مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، زي ما بنكن كل تقدير واحترام لكل الانديه المصريه وبنعمل يعني على مسافه واحده من الجميع. لكن زي ما قلنا ان هناك لجنه مشكله من قبل وزاره الشباب والرياضه لبحث الامر وبحث المتسبب فيما آلت اليه مباراه الاهلي والوداد، واتحاد الكره لن يتستر على اي متسبب في هذا الامر. اللي هتاخد بالتحقيقات على طول هنوليه اهتمام كبير جدا وهنعلن عنه وهنعلن عن المتسبب من خلال لجنه محايده شكلها مع وزير الشباب والرياضه. واحنا مع النادي الاهلي في اي مطالبات بيطلبها مش هنتاخر على النادي الاهلي زي مش هنتاخر على اي نادي ثاني. انا بقول لحضرتك احنا لما استلمنا ربما هذا الامر زي ما قلت لك ما شفناهوش، لكن احنا عملنا شيء جديد جدا، بدانا من شويه ان احنا بنبتدي كل المخاطبات والمكاتبات اللي بترد الاتحاد المصري لكره القدم بيكون عندنا علم بيها كلها عشان نقدر نتعامل مع كل الامور بشفافيه. عارف بقى عارف 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 يا استاذ ايهاب دلوقتي لفت نظري لحاجه مهمه جدا بين السطور، يعني انه ممكن يكون الخطا خطا عندنا قصد خطا بنوايا غير لا قدر الله سيئه ولا حاجه. أكيد. طيب أكيد. هل هناك ما يمنع ان احنا نطلع كاتحاد كوره ونقول نعتذر ان احنا ما خدناش بالنا، ما شفناش، ما تابعناش، ما رجعناش، عندنا قصد بكل وضوح وبساطه ونخلص الحكايه دي؟ الاعتذار دائما من شامل. صحيح. وانا زي ما بقول لحضرتك حينما تنتهي لجنه التحقيق وتدين من تدينه هنخرج ونعلن ذلك ونعلن اعتذارنا للجميع، لان احنا زي ما بقول لك الاهلي لما بيفرح ما بيفرحش جمهوره فقط، لا ده بيفرح مصر كلها لما بيحصل على بطوله قاريه، زي المنتخب لما جموع الشعب كلها بتكون حواليه، كلنا بنكون مع الاهلي سواء كانوا مشجعين اهلي او غير مشجعين اهلي، زي ما بنكون مع الزمالك، زي ما بنكون مع المصري، زي ما بنكون مع بيراميدز، مع اي نادي بيمثلنا دوليا. احنا اتحاد الكوره هو بيت لكل الانديه المصريه، وكل الانديه المصريه علاقتنا بها طيبه وعلى قدر كبير جدا من الاحترام المتبادل. وانا ضربت مثال وقلت لما احنا قلنا ان الانديه عليها ديون خاصه بالاتحاد، اول من بادر وجاء الى الاتحاد المصري لكره القدم لتسويه هذه الديون كان النادي الاهلي ممثلا في معالي الوزير السابق للشباب والرياضه السيد العام فاروق، اللي بحييه وبشكره مره واثنين وقال نشوف علينا ايه ونشوف لنا ايه واحنا مستعدين، وضرب القدوه في ذلك. فدايما زي ما بنقول ان الاهلي مدرسه كبيره لها كل التقدير وكل الاحترام، واي نادي موجود احنا داعمين له وبقوه خلال تواجده في اي محفل دولي، ده امر مطلوب. ولو صدر مننا اي شيء خطا فاحنا طبعا عمرنا ما هيكون عن قصد، مستحيل يكون عن قصد، لان احنا الاهلي بيفرحنا والزمالك بيفرحنا، لازم كلنا نكون خلف انديتنا في كل المحافل الدوليه، واكيد لو كده هنعتذر وما في الاعتذار زي ما قلت لك من شامل كده. هل ما قيل عن وجود خطاب امبارح في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره طلب منكم كاعضاء مجلس اداره ان انتم توقعوا عليه بتاريخ قديم بخصوص هذا الامر، امر صحيح ولا امر خاطئ؟
أنا منذ قليل يعني شفت بعض المستندات اللي نشرها الزميل إبراهيم فايق، كنت في مداخلة أيضا مع الأستاذ الإعلامي خير رمضان وقلت له إن ده ما حصلش. يعني أنا شخصيا حتى الورق اللي عرضه الزميل إبراهيم فايق ما كانش عليه بعض الإمضاءات، فأنا ما شفتش ده. ولكن إحنا في الاجتماع بتاع أمس أقسم لك بالله ما اتعرض علينا أي شيء من هذا القبيل مطلقا مطلقا مطلقا، بدليل إن الحاج محمد أبو الوفا العضو المحترم يعني كما جاء في الصوره اللي كانت على الشاشه ماضي على هذا الاجتماع، وهو ما كانش معانا في الاجتماع لانه كان في سوهاج، واخبر بما يتم اتخاذه او مناقشته من خلال التليفون، وكان موجود معانا والكابتن حازم من خلال التليفون. وبالتالي يعني اللي اتقال اللي ده اتعرض علينا اول امبارح ما حصلش بالمره اطلاقا، بدليل انا قلت لك ان في امضه الحاج محمد ابو لافه، والحاج محمد كان في سوهاج وما كانش موجود معانا في القعده، لكن اخبر بها تليفونيا. ده رد بسيط جدا على هذا الكلام. بالنسبه للمنتخب الاولمبي والمدير الفني القادم لاتحاد الكره، هل في حسم في هذا الامر؟ هل في اسماء مرشحه على الاقل؟ بكل تاكيد يعني هيبقى عندنا قاعده بكره ان شاء الله ومستمره بعد بكره الثلاث، كابتن حازم كابتن بركات موجود في كوريا مع الاستاذ خالد درندلي، لكن احنا موجودين في الاتحاد، كابتن حازم وكابتن بركات عندهم العديد من السير، واعتقد ان هم خلاص شبه اجمعوا على عدد معين هيتم عرضه على مجلس الاداره، وبرضه هيتم اختيار واحد من اللي هيقدمه كابتن حازم وكابتن بركات، وان شاء الله باذن الله ده هنعلنه الخميس القادم ان شاء الله، سواء كان مدير فني للاتحاد، ربما يكون مدير فني للمنتخب الاولمبي يعلن او يتم تاخيره قليلا. برضه عاوز ابين ان التصفيات الاوليه للاولمبياد احنا مش مشاركين فيها، اول مشاركه هتكون مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله باذن الله، فبرضه ممكن المنتخب الاولمبي لو كابتن حازم راى فنيا اللي هو ضروره اعلانه هيعلن عنه الخميس القادم او ارجاء، ولكن المدير الفني للاتحاد هيكون موجود ان شاء الله في امور اخرى كثيره جدا، هيكله داخل الاتحاد المصري لكره القدم، تطوير في قطاعات عديده ان شاء الله باذن الله. زي ما انا بقول لكم دايما يعني احنا لسه جايين بقى لنا 3 4 شهور، الحرب شرسه جدا للاسف الشديد، ممن سبقونا اللي احنا دايما كنا بنتكلم بكل احترام، لكن للاسف يعني انا سؤال بسيط جدا، ماذا قدمتم للكره المصريه خلال الفتره السابقه؟ اتركوا من يعمل ليعمل في صمت ولو لمده قصيره، ثم لنعمل مقارنه ما بيننا وما بين ما تم خلال الفتره. بص يا دكتور، انا كنت لسه هكتم معاك هذه المداخله المحترمه جدا، بس موضوع الحرب الشرسه، ما هو اصل احنا يعني كلنا بنبقى غيورين على الكوره وغيورين على اللي بيحصل، وفاهمين ان انتوا لسه يعني الفتره قليله جدا، بس عارف غضبنا احيانا يا دكتور ايهاب ربما تكون غضب منطقي يعني. بكل تأكيد يعني أنا خرجت يوم الخميس واعتذرت للشعب المصري بأكمله، اعتذرت مش ما اعتذرتش عن النتيجة، اعتذرت عن سوء الأداء. أنت راجل في مجال الرياضة زميل عزيز وعارف يا كريم إن الكرة مكسب وخسارة، لكن لما يكون في أداء مشرف وفي إصرار وفي تحدي وفي إن أنت بتقاتل عشان التيشيرت اللي أنت لابسه اللي هو بيحمل على مصر، في الحالة دي لازم أرفع لك القبعة لو خسرت وأقول لك شكرا عملت كل اللي عليك، لكن ما النهارده كنت يعني ايه رضا ربنا. فكان اعتذاري عن سوء الاداء اللي ترتب عليه النتيجه، ده لازم ما نقدرش، والا يبقى يعني انا بقول ايه، لازم الحاجه واضحه وضوح الشمس امام الناس كلها، اطلع انا خالف يبقى انا غلطان، ما ينفعش في حاله ما يجب تقديم اعتذار لازم تكون شجاع وتقول للناس ايوه احنا اسفين اللي حصل ده ما ينفعش، ولا حصل فيه تقصير كبير جدا، ولازم نقعد مع الجهاز ولازم نقعد مع الاستاذ جمال علام، قعد مع الجهاز وقعد مع اللاعبين قبل ما يسافروا كوريا، وتعهد الجميع ان شاء الله على ان تكون رغم الغيابات العديده، رغم الغيابات العديده اللي هتكون موجوده امام منتخب كبير و70 الف متفرج في كوريا، لكن ان شاء الله كل واحد هيلعب في المباراه هيقدم نفسه بصوره جيده جدا، هيقدم منتخب بلاده بما يليق بمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله. يعني انا مره ثانيه بعتذر عن مباراه اثيوبيا، وان شاء الله القادم يكون افضل الكره ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه